حبيبي يا ماما عصير 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 عصير. مين اللي مع الحالة هذه؟ أبوها أمها؟ قديش العمر يا جماعة يا أبوها؟ 9 سنوات؟ الجرعة الأولى آمن جدا إن شاء الله، بعد 4 أسابيع من الجرعة هذه إلها الجرعة الثانية. كده التمرين كده؟ كنت مرعوبة يعني، أنا كنت في المستشفى، أنا محافظة على نظافة بنتي، بس أولادي اللي في الخيام ما كنتش أعرف إيش بصير معهم، وأنا موجودة أنا بنظف بغسل لهم بضل مهتمة في نظافتهم، بس وأنا في المستشفى أنا مهتمة على قد طفلتي اللي هان، فكان كتير مرعوبة، كنت مستني إنه التطعيم ينزل الكل يطعم. كل الحالات اللي فيها انا اعطيت اولادي شباب واجت فتره كثير شلناها. لا دكتور، لا مشاكل، لا لا لا.